وسهلا مشاهدينا الكرام في بدايه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي لك كما تعرفوا في عده فقرات ان شاء الله تتابعوها انتم سعداء يا ربي. لنبقى ونحن وانتم مع الفقره الاولى من البرنامج اللي هي فقره القضيه بعد هذا الفاصل باذن الله. هذا البرنامج برعايه اليونيسيف. مرحبا بكم وسهلا في فقره البرنامج الاولى اللي هي فقره القضيه، وقضيتنا اليوم اللي نتكلم فيها عن العوده للمدارس والعام الدراسي الجديد. ومعنا النقاش هذا الموضوع كل من الدكتور سيدي والبول امساك مختص بعلم الاوبئه بالاداره العامه للصحه. مرحبا بكم وسهلا دكتور سيدي. ومعنا الدكتور محمد والمني غلام المفتش المكلف بالتعليم الاساسي. مرحبا بكم وسهلا. نبدا معاكم من الاستاذ محمد. دكتور محمد، بسم الحاله نقدوا نوفروا عودة آمنة للأطفال، خصوصا أنهم كانوا في فترة راحة وانقطاع شبه تام عن الدراسة ولا يبدو في عام دراسي جديد. شنو هو المفروض على الآباء أنهم يعدلوا إياك يرجعوا التلاميذ رجعة صحيحة للمدارس؟ شكرا على هذه الفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الافتتاح المدرسي لم يعد حدثا عاديا كما كان، ولم يعد حدثا باهتا، بل أصبح مناسبة وطنية تبدأ من القمة. وقد أصبح من العرف أن يكون رئيس الجمهورية على رأسه من يفتتح السنة الدراسية ومن يعلن انطلاق العام الدراسي. العام الدراسي هذا العام مشمول بكثير من الإجراءات الطارئة وغير مسبوقة. ثمة تنظيم إداري ومعلوماتي غير مسبوق للتلاميذ وللكادر التعليمي من خلال نظام معلوماتي مستحدث. وثمة أيضا إجراءات جديدة لعملية الاكتتاب والتسجيل. وثمة الكثير من الوسائل والطرق الجديدة التي تعني أن ثمة سنة دراسية متميزة. أعتقد أنه فيما يخص العودة الآمنة قامت الوزارة. طيب قلنا نقول العودة الآمنة، شنو هذيك الإجراءات اللي خاصة بهذه السنة؟ أعتقد أن هذا العام الدراسي عام استثنائي من خلال الخصائص التالية. أولا، التلاميذ أصبحوا يخضعون لرقمنة مشتركة، بمعنى أن الوزارة بدأت مشروعا غير مسبوق هو رقمنة الطاقم التدريسي وأيضا التلاميذ والطلبة، بحيث أن كل تلميذ أصبح له رقم يحمل هويته ويدل عليه، مما يعني قضاء مبرما على حالة الفوضى والوضعية السائبة التي كانت تميز الطاقم البشري بشكل عام. وهذا يدخل في إطار ترشيد الطاقم البشري والقضاء على العشوائية التي كانت تطبع تسيير الكادر البشري، سواء ما تعلق الأمر بالتلميذ أو بالمعلم أو بالمؤطر. وفي هذا الخصوص أود أن أقول بأن الوزارة ورثت إرثا ثقيلا يتميز بطواقم البشرية غير معروفة، يعني غير محددة بشكل عام، بمعنى أنه غير تفتقد كانت هذه الوزارة ومنذ عقود من زمن تفتقد عامل الضبط للكادر البشري. أيوة. وهو ما تم التغلب عليه من خلال مشروع سجها العام. إذن الطاقم التدريسي مضبوط ومعروف، حتى التلاميذ معروفون ومحددون بالاسم وبالهوية من خلال نظام السجل الجديد. هذا هو ما يميز هذه السنة. أيضا يميز هذه السنة أن التلاميذ الناجحين في المسابقات نجحوا من خلال مسابقة استحقاقية لا غبار عليها، بمعنى أن ثمة إجراءات صارمة أيضا وغير مسبوقة وجهت بها ظاهرة الغش التي كانت تنخر المستويات الدراسية لدينا، والتي كانت تجعلنا غير مطمئنين إلى أن من نجح عن بينة ومن رسب أيضا رسب عن بينة. وبالتالي الآن لدينا طواقم بشرية تعطيرية وتدريسية وتلاميذ جاءوا باستحقاق وبجدارة. شكرا لك دكتور، لان نرجع لكم. دكتور محمد سيدي باط والبولنساك، من درا شن هي الخطوات اللي على الطاقم التربوي، خصوصا ان في ظل جائحة كورونا، شن هي الخطوات اللي على الطاقم التربوي توفير هيئات يعودوا تلاميذ عودة آمنة ويواصلوا دراستهم من دون من عودة ما تياها خطورة على صحتهم؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على الاستضافة، كما أشكر الشهادة المساعدين وأتمنى لهم متابعة مريحة إن شاء الله. بما يتعلق بسؤالك، أعتقد بأننا أمام عام دراسي جديد، وهذا العام الدراسي الجديد هو في ظل جائحة عالمية لا أحتاج للكلام عنها كثيرا وللمخاطر الناجمة عنها. مثلا ما فيه تأقلم في وضعية صحية معينة والله. يجب أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل المرور منها سليم. بأقل أضرار. والله. إذن نحن أمام الآن لازم رقم التعافي في الحالة الوبائية الوطنية. لا يجب أن نحس بنوع من الأمان الزائف. الأوبئة ما يعرف حد أين تتوم. أيوه. ولا يعرف أين ترجع موجة أخرى، ولا يعرف مجرد
حد يرتخى في الإجراءات ويخلق نوع من الإهمال في الإجراءات نقدر نرجع الموجة أخرى وتكون أخطر، خاصة أن نفضل فيروس خطير جدا. وعلى من ناحية اسمها من ناحية تكوين الفيروس يتعرض لطفرات كثيرة جدا كثيرة جدا، مما ربما ينتج عنها فيروس جديد أكثر خطورة وأكثر شراسة. بالتالي الإجراءات هذا يطرح احتمال كامل، لأن الفيروسات عندها خاصية الطفرة هذه تحور بشكل كبير جدا. هذا الفيروس حالا تحور 13,000 مرة، معناها على أنه يلا تنعود دائما نعرف أنه في أي وقت يجد تظهر سلالة جديدة أكثر خطورة أكثر شراسة. بالتالي دخول المدرسة يجب أن يصاحب مجموعة من الإجراءات التي أعتقد أن يجب أن يقام بها على المستوى المؤسسة التعليمية، على مستوى المؤسسة التعليمية بشكل قام. كيف كنقاط واحدة مثلا نقاط أول نقطة وأهم عندي جدا جدا هو يجب أن يكون المدرسين والأساتذة والمعلمين كلهم قبل تلقيحهم، هذا هو أهم شيء. يعني أي مدرس، بالمناسبة الأطفال ينتقل لهم المرض، وخاصة الأطفال من 5 سنوات على الفوق ينتقل لهم المرض كينتقال الأشخاص الآخرين، وإن كان الأعداد فيهم ما كبيرة غير ينتقل لهم ويسبب خطورة عليهم. لذلك يجب أن يكون الأستاذ أو المعلم يجب رغم أن وزارة الصحة عدلت استراتيجية متقدمة الاستراتيجية فرنسية ومشات المراكز الوزارات ولقحت عمال الوزارات ولقحت الجبرة من الأساتذة والمعلمين، يقابل المعلمين والأساتذة كأشخاص عاديين بغض النظر عنهم. يجب أنهم يتوجهوا لنقاط التلقيح من أجل أخذ اللقاح قبل ما يورجوا للتعليم ويورجوا للمدارس التعليمية. المدارس التعليمية ولا المؤسسات التعليمية يجب أنهم ولكذلك إداراتها تمنع معلم أو أستاذ لا يحمل بطاقة لقاح، لأن هذا الأستاذ يشكل خطر على الطلاب، لأنه ممكن يقبض الفيروس من مكان آخر ويجب يوزعه على الأطفال. إضافة للأطفال في هذه الحالة هم ملي كذلك لا يعودوا بؤرة كذلك توزيع الفيروس داخل المجتمع، لأن الأطفال كل واحد جاي من جهة من دشرة، كل واحد جاي من عند أسرة، كل واحد جاي، بالتالي إذا قبض هذا الفيروس هذا يعطي نوع من السرعة في الانتشار بشكل كبير جدا وخطر كبير جدا. يجب الأخذ بعين الاعتبار بهذا الخطر وأخذ الإجراءات اللازمة له، كذلك الإجراءات الأخرى العادية على مستوى المؤسسات التعليمية. يجب أن الأساتذة يعملوا الكمامات، يجب أن يصقروا يديهم، يجب أن يحافظوا على نفس الشيء. أراها نحن ما فتنا وفينا من الوباء، ولا يجب أن نحس بعيننا وفينا من والله النوفة أبدا. في تحسن جيد الحمد لله، راجع لاش راجع العمليات التلقيح اللي قامت بها الدولة واللي وفرت الحمد لله والاستجابة اللي وقعت من المواطنين وإقبالهم على اللقاح. دينا الحمد لله نقطفوا نتائجها حالا. يا غير ملي ما يجب لنا معناها أننا نقدر نقولوا عن الإجراءات الاحترازية ولا الإجراءات يلا تتبع المؤسسات التعليمية اللي تختلف من المؤسسات التعليمية الأساسية شور الثانوية شور الجامعية؟ لا بالنسبة والله يلا تمعدوا نفس الإجراءات نفس الإجراءات. الإجراءات شنو هي مكافحة انتقال الفيروس، يسوى في المستوى الجامعي يسوى مستوى الثانوي يسوى المستوى الابتدائي. احنا الآن أمام دخول مدرسي بالنسبة للمؤسسات كاملة التعليمية مختلف المستويات. إذا يالله الإدارة المدرسية بشكل عام ولا الجامعية ولا الثانوية يالله تقبل هذه الأمور بعين الاعتبار وتعرف أن فعلا في تحسن في الحالة الوبائية. يا غير ملي ما يالله نهملوه بدرجة أن نقدو نعاود لا قدر الله موجة أخرى خطيرة ولا انتقالات أخرى خطيرة جدا. بأخذ عين الاعتبار فعلا الأساتذة يقد يعودوا موزع، الأساتذة تجيهم التلاميذ من جهات كاملة من المدينة ومن الأسر ومن الناس كاملة، بالتالي الأستاذ قد يعود موزع جيد في حالة عدم مصاب بالوباء. إذن الأستاذ هون يلا نشتغلوا عليه بقضية التلقيح. يجب أن يقوم جميع الأساتذة جميع المكونين بالإقبال على التلقيح وأخذ اللقاح للحفاظ أولا لحماية أنفسهم حماية عائلاتهم، وفي نفس الوقت ما يعود سبب انتشار بؤرة جديدة ولا انتشار الوباء من جديد في البلد بسبب أنهم عن كونتاكت ولا في تواصل مع هذا الطلاب اللي يمشوا يتفرقوا في الدشرة. الأستاذ دكتور محمد من درى شن هي الإجراءات اللي بتذكرت قبيل منهم شيء واللي تميز بهذا العام الدراسي افتتاحه الجديد؟ أولا سؤال ينقل عن ثقافة مكافحة العدوى وانتقال العدوى، أصبحت ثقافة راسخة هي العودة الثالثة في ظل هذا الوباء. وأعتقد أن ثمت بروتوكول صحي مشترك ما بين وزارة التعليم ووزارة الصحة. وفيه مدرستان، فمدرسة الكمامة ومدرسة الإيدي النظيفة. أنها فما في إجراءات متبعة أصبحت معروفة.
ونحن جزء من هذا العالم اللي غير من ترى كان ذوك الاجراءات اللي كانوا مقبوضين في وقت معين كان هم نفس الشيء ما زالوا مقبوضين دي السنه والله لم تراخي فيه الشهاده الصحيه ساريه المفعول حتى الان ما لم تلغى وبالتالي فهم تعميم وفهم بروتوكول صحي رسمي لدى وزاره التهذيب الوطني وهذا البروتوكول طبعا يامر بمجموعه من الاجراءات من بينها التباعد ومن بينها استخدام الكمامه ما فوق 11 سنه وفهم تنظيف الايدين وهذا بروتوكول سائر المفعول فقط فهم مستجد او جديد هو الان فماتي الحمد لله دخل اللقاح نحن كنا نعدلوا اجراءات مكافحه العدوى في ظل انعدام لقاح مازال الفيروس مجهول التركيب ومازال ما فهمت هي علاج حتى الحمد لله وركاتي هي فهمت هي قالوا تطعيم واسع النطاق وبالتالي قاعد كل الراشدين تقريبا قبوا وطعموا في المراكز الحضريه وهم العمل قائم على قالوا تعميم التطعيم والتلقيح هذه الاجراءات والله البروتوكول لكن التعميم من رأي كانوا لا يشمل الجامعات والمستوى الثانوي والله طبيعي ولماذا هو تعميم مشترك على أي حال هو كان قبل بعين الاعتبار وتوه تعميمه على مستوى الجامعات والثانوية هو سائر المفعول هو حتى سائر المفعول أنا اشتركت في مجموعة الجامعة وزارة الصحة وكان بين اللي توصلنا له هو بروتوكول مشترك ما بين وزارة التهذيب ما بين وزارة الصحة وهذا البروتوكول حتى الآن انتشار المرض وبقاءه حي يجعله مستمر اللي هو البروتوكول الإرشادات الواردة فيه وبالتالي الله يعلم أن رجال ثقافة مكافحة العدوى وثقافة مكافحة انتقاله هي على ثقافة قاعد سريعا عدلوها قاعد بشكل تلقائي خصوصا في المؤسسات الرسمية التعليمية الرسمية وترسخت الثقافة وترسخت وسائل المكافحة وبالتالي نحن الفيروس والعدوى وكورونا ما تروى جديدة عاد رواية معروفة وعاد وسائل مكافحة وسائل معروفة دوليا وعالميا نحن لا جزء من العالم ونمشوا نتعامل معها كيف التعامل يجري في العالم بشكل عام الحمد لله فهم تراجع كما هو معروف فهم تراجع المرض وهم انخفاض في الوفيات وهم انخفاض في النسب يقير من رأيك فهم رفع قاع الحمد لله الحمد لله حور في جوال يقير من رأيك كان في ظل ذا كامل كان فماتي مازال ارتداء الكمامات مفروض وسقيل ليدين والتباعد وخصوصا في الفصول الدراسية الحمد لله كان انقبلت بعين الاعتبار سابق افتتاح العام الدراسي احنا الحمد لله هذاك أقل قلق من المرات الماضية يقير هذا ما معناه أن ندخل أحزمة والله نعتبره عن الوقايه والحميه الصحيه ما كانت مطلوبه. نفس الارشادات ونفس التوجيهات والتعليمات ما زالت ساريه مهول حتى الان وبالتالي المدارس مزوده بذيك الوسائل كاملها وحتى الان المدارس ياس المدارس والله قاعد بدات حمله لان قالوا توزيع المعقمات وتوزيع الكمامات وتوزيع وسائل الوقايه من المرض. معناها نحن نعيش في ظل حتى الان نعيش في ظل جائحه. هي جائحة كونية ما فاتولد خفت وطئتها هم الثاني حتى لا ما فاتوفات والإجراءات ما زالت مستمرة والمدارس مزودة بهذه الوسائل على أي حال فهم دراسة تقول عن اللي أقل من 11 سنة حسب اللي استفدت من الطاقم الصحي عن اللي أقل من 11 سنة وما يستخدم الكمامة به اللي نمو الري هذا أخبر فيه الطبيب ما هو مكتمل واللي فوق 11 سنة هو اللي يستخدم الكمامة وبالتالي المرحلة الأساسية معظمها قاع تحت 11 سنة تحت حاجز 11 سنة من أهم هذه الإجراءات هي حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية يمكن بدأت اليوم بالتنسيق ما بين وزارة التهذيب الوطني ووزارة الداخلية والله وكانت انطلاقتها من مدرسة امتياز بالميناء وهي اللي تشمل جميع مؤسسات التعليم على المستوى الوطني وطبعا هو التنظيف جزء من عملية وقف العدوى والوقوف ضد العدوى وايضا قبل ذلك بايام كان ثم تولي حمل توزيع ادوات التعقيم ووسائل التعقيم معناها نحن وان كنا اقل قلقا الا اننا نشعر كما يشعر الكل بان الوباء ما زال قائما وبان الوضعيه الوبائيه ما زالت كونيه والمخاطر تجدده وضعوته مخاطر واقعيه وحقيقيه وبالتالي يعطي حد وضعيه استعداد كامل العودة الوبائية لا قدر الله. لا قدر الله. دكتور سيدي من دراشين هي الإجراءات اللي يلا اللي يتبعوا الوالدين خصوصا في توعية وتحسيس الأبناء سابق ورجهم للمدرسة. طبعا بالنسبة لمسؤولية الوالدين تكمن بنقطتين أساسيتين. الأولى منهم توعية للأطفال وتربيتهم وتعليمهم أساليب النظافة وأساليب الحماية من الأمراض بشكل عام ما هو
لا كوفيد وحده وطبعا بشكل خاص توعيتهم اللي خصوصا في الفتره عن هذه الفتره في هذا الوباء بضروره مثلا ارتداء كمامات وعدم تبادل حتى مع التركه وتبادل الكمامات الى اخره الاشياء اللي يدي عدلها التركه. اضافه الى ذلك مولي اعلنهم فعلا الاطفال يلاهم يعودوا مثلا يعودوا عندهم الادوات يوفروا لهم الادوات بعض الضروريه لذلك مولي على الوالدين ادوات التطهير التعقيم الى اخره الكمامات هذه مسؤوليه الوالدين يلاهم يوفروهم لابنائهم. بما يخص هذه النقاط قضيه الكمام وقضيه اقل من 11 سنه اللي يكلم عنها و12 سنه والى اخره عدم ارتداء الموجود حالا في الدراسات المعدله العلميه ونحن مطلعين عليها بسبب التخصص الأطفال يصابون حتى سنة واحدة تصاب بالمرض وخطير جدا عليها أقل من سنة وإن كانت أقل من الأشخاص الكبار معناها لأن الخطر قاع إحنا ما مستعدين نزقله يشير عنده سنة واحدة. هذا هو المبدأ اللي يلا تنطلق منه حد إلى عادة 90% من المرضى اللي ديفلوبوا مثلا الفورم جراف والله يعود عندهم الاشكال النمط الخطيره هم اشخاص كبار في السن والله اشخاص عندهم وسمه خارقه 5% خارقه 15% حتى ولو 1% من الاشخاص احنا ما لنا مستعدين نخسروا كاع هذيك 15% ولا نخسروا هذيك ما لنا مستعدين نخسروا اي شخص. بالتالي الاجراءات يلا تتعود مقبوله بعين الاعتبار الاعمار كامله وعلى المستويات كامله من اجل تفادي ان نزق له حد والله ان يمرض لنا حد وحتى كاع الى عاد ذاك الشخص اللي يصيب لا يمرض لا يموت راه هذا الشخص ينقل لوحدين اخرين معناه انه عامل ولا نقطه في سلسله التفشي معناه انه هو من نفسه يقدر يعود يوزع المرض لوحدين اخرين وبالتالي هذه تقدر تقول انها نقاط ولا بؤر نائمه في اي وقت تقدر تقوم لا نقدر مثلا نسيطر عليها باش الا انها الى ظهرت ما فات تفشات من يظهر شخص مثلا مصاب يعود ما فات عاد عنده ياس من المخالطين يعود كان محافظ على الاجراءات داير الكمامه وظهر هذا قليل جدا الناس اللي يعود يكونتاميناهم وبذاك السبب يعود مولي قليل الناس اللي انعدات فهمت وهو مولي يعود نفس الشيء معناها الاجراءات كل الاجراءات ما خارقه شيء قد يقول لك عنهم يغني عنهم حتى اللقاح اللي جاء واللي نعتبره هذا ما هو حل نهائي. اللقاح عنده نسبة معينة فعالية اللقاحات تختلف فعاليتها 60% 80% 95% خارج لي 5% الباقية ريسك والله فيها خطر مارج دير اللقاح ما يحكم فيك 5% يعني يعود اللقاح ما يحكم فيك وانت ما قدر الكمامة ولا قدر الإجراءات لا تصاب بالمرض. بالتالي معناها ياك تكمل ديك 100% وتعود عندك فعلا امان مثلا درجه كبيره داير اللقاح داير اللقاح ودار الكمامه ودار ومتابع الاجراءات ياك تعود فعلا حامي نفسك وحامي مجتمعك وحامي وسمك. هذه بعض النقطه بغيت نركز عليها. الاستاذ دكتور محمد من ترى شن هي بالنسبه لكم انتم كجانب التعليم الاساسي شن هي الاجراءات اللي الله يتبعوا الوالدين سابق يطرسوا اولادهم شهر المدارس والمؤسسات التعليميه بصفه عام؟ سؤال نقول الان اللي قالوا التعاطي التربوي مع الوضعيه وضعيه الوباء تختلف قليلا مع الواقع الصحي او التعاطي الصحي يتطابقان علميا من حيث اللي قالوا اتباع نفس الارشادات. ايوه يعني بالنسبه للطفل معرض لمخاطر اخرى نفسيه وتربويه نتيجه للانقطاع القسري اللي اعطاه ما كان يتفاعل مع اقرانه وتغير فيه بالنسبه له بيئته وحس مولي بنوع من القلق والذعر. نحن مهمه المعلم مهمه مزوجه الحفاظ على الوضع الصحي وعلى ادوات وسائل وقواعد الوقايه وايضا الحفاظ على الصحه النفسيه للطفل اللي تاثرت وتضررت بهذا الفيروس والله هذه الجائحه. هي الجائحه عندها سلسله مضاعفات مضاعفات صحيه مضاعفات اجتماعيه مضاعفات نفسيه وبالتالي المعلم تحت وطئه واجب عنه يتعاطى مع كل هذه المضاعفات ويعالج الطفل من مخاطر اللي قالوا الاضرار النفسيه والله اسمه ذيك التاثيرات النفسيه مضاعفات نفسيه التي تتاتى من خلال العزله وشعور بالعزله والشعور بان المجتمع متقسم الى عائلات كلها معزوله. هذه كلها مضاعفات تتطلب علاج. الوالدين بطبيعه الحال هم على راس العمليه وراس الحرب في اللي قالوا مكافحه تفشي المرض بالنسبه للاطفال بهم مصدر التوجيهات الاساسيه. ايوه إذا عادوا الوالدين متعلمين وفاهمين مخاطر المرض وفاهمين قواعد الوقاية منه بطبيعة الحال يعود مطالبين بنقل هذا الوعي شور أطفالهم واتخاذ تدابير لازمة وإعطاء النصائح قبل حتى المدرسة وبالتالي ياك يعودوا يخفوا على المدرسة ذاك التوجيهات والإرشادات اللي عندها زاد هي تمام. المدرسة الأساسية تتعاطى وتتفاعل وتشترك مع اللي قالوا الوكيل ما هي كيف المرحلة الجامعية اللي يعود فيها
طالب راشد والله المرحلة الإعدادية اللي أعود فيها ما بين راشد وطفل بهذا تعادل مستوى معين من التمييز. المدرسة الابتدائية تعتمد أساسا على شراكة كاملة مع الإنجاب وكيل، الوكيل اللي يحافظ على النصف الثاني من التربية والله النصف الثلثين الباقي من الوقت وقت الطفل. معناها أنه من مهم جدا أن الأب واعي المخاطر ومتخذ الإجراءات ومتابعها بالتنسيق مع المؤسسة التعليمية. إذن هو جزء لا غنى عنه في عملية الوقاية الجماعية والمجتمعية من هذا المرض بطبيعة الحال. دكتور سيدي، من دراشني نصائح ولا الإرشادات اللي توجه في نهاية هذه الفقرة توجه للوالدين سابق ما يدرسوا أولادهم شهر المدارس خصوصا هم بداية عام دراسي جديد؟ شكرا جزيلا. النصائح اللي قد وشن هم اللي النصائح اللي توجه للطاقم التربوي؟ شكرا جزيلا. النصائح بالنسبة للوالدين هو استمرار أولا بعد قاع هم أنفسهم، حماية أنفسهم هم أنفسهم، إقبالهم على التلقيح، قيامهم بإجراءات الاحترازية، هذا يحمي أبنائهم هما في نفس الوقت اللي تكوين الطفل على سلوك وعلى أخلاق مدنية ونظافة من نظافة ومثلا إجراءات مكافحة للأمراض. هذا يالله تحدي يعلمه للتركة ويالله يعود ما هو التعليم ما حد يعود معدل الإجراءات كخطوات قدام هو من نفسه مولي كما قلت لك يعود معدل الإجراءات تمنع من انتقال الأمراض بشكل عام ياكي شوفوا ما يسمعوا ذلك الكلام ما طبعا طبعا. بالنسبة للمنظومة التعليمية أو باطة طاقم التربوي للمؤسسات التعليمية نوجه له نداء بأنهم يالتهم كاملين منهم فاتوا لقح يمشي التلقيح، لأن هذا عامل مهم جدا مهم جدا مكافحة الوباء سرته على المستوى المدرسي وكذلك إدارات طبعا وفرت لهم أمور كاملة اللي متعلقة بالنظافة والتطهير اليدين إلى آخره أنهم يستخدموها ولا يستهانوا بالمسألة ولا يهملوها ويعرفوا أنها شرارة وأي وقت قد تقوموا ملي بأكبر مما كانت نتيجة ياسر من التحديات أمامنا. فيروسات جديدة طافرة، الفيروس يتغير مع الوقت، ربما يجوز فيروسات جداد، ربما يجي معنا يالتنا يعود محد الفيروس مازال موجود ومازال يسيركيلي. يالتنا لا نحافظ على هذه الإجراءات ونحاول أن نحترموها ومن أجل الحد والله قاف هذا الفيروس والحفاظ على أبنائنا وأولادنا وطلابنا. شكرا جزيلا لك الدكتور سيدي. الدكتور محمد في الختام لعت عندك نصايح والله توجيهات تقدر توجهها للأباء التلاميذ فقط؟ أود توهن وجهها إلى والله للطاقم التربوي بما أنك جزء منه. صحيح. إلو كان بشكل عام عن الذين قالوا الوقاية يالطة تندير في إطار طبيعي، ما هو في إطار متوتر ولا هو في إطار إحساس بالقلق. هم بعد التربوي نفسه يالطة تتم مراعاته مع الطفل، معناها أن يوصوها لأنه يلزم نظافة اليدين والله يلزم ارتداء الكمامة ونديروا له في إطار طبيعي، الآن هي عن إجراءات عادية ولا ما فيهم خطر وشيك ولا فيهم خطر محدق، وإنما هي إجراءات ينبغي استعمالها واتباعها بشكل عادي في ظل انتشار جائحة كونية. والطاقم التربوي أكرر دعوة زميل الطبيب لأن تطعيم معنا حل جذري. هناك أوبئة إبادة أمم الحمد لله عاد خبر كان وبالتالي هذا الوباء مع التطعيم يقدروا زاده في خبر كان والراشد يعطوا له يستخدم الوقايات اللي تاحه والله. شكرا جزيلا لك دكتور محمد مني غلام المفتش المكلف في التعليم الاساسي على المعلومات الشافيه والوافية اللي اعطيتنا حول الموضوع. كما اشكر كذلك الدكتور سيدي والبولمساك مختص بعلم الاوبئه بالاداره العامه للصحه على المعلومات الشافيه والوافية اللي اعطيتنا في الموضوع في فقرتنا الاولى اللي هي فقره القضيه. لهن ننتقل فيها لمقابله مع الاستاذ محمد المعطله رئيس قسم المتابعه والتقييم باداره الطفوله، تابعوها ونرجع لكم بعدها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا قناة الموريتانية. فيما يخص مرحلة الراحة ومرحلة الصيف والعطلة الصيفية وهذه العطل اللي كانوا يعيشوا الأطفال واللي أساسية ومهمة جدا من أجل أن الأطفال يكتشفوا مهارات جديدة، يكتشفوا علاقات جديدة ويمكنوا من الالتقاء بالأقارب والأهل ومن السفر والتعرف على الطبيعة والتعرف على الكثير من المسائل المهمة وأساسية في حياتهم. يا الله أولياء الأمر آباء هذه الأطفال يعودوا واعين بطبيعة الحال أهمية ذيك المرحلة يا غير مولي
يبدأ يهيئ الأطفال للانتقال من ذيك المرحلة اللي هي مرحلة العطلة الصيفية ومرحلة التعرف على ذيك المسائل، شور المرحلة الجديدة واللي هي مرحلة الصف ومرحلة التعليم ومرحلة هاي الأنشطة التربوية والبيداغوجية اللي له يتلقاها الأطفال من خلال التعليم ومن خلال ذيك المهارات اللي لا تقدم لهم واللي حقيقة أساسية ومهمة في تنمية ذكائهم، تنمية مهاراتهم وتهيئتهم للنجاح في الحياة بصورة عامة. هاي المرحلة بطبيعة الحال تتطلب، هما مراحل كلهم أساسي بالنسبة للأطفال، ذيك الراحة وذاك مرحلة مهمة وأساسية، والأطفال لا يعودوا قبوا فيها ياسر من المعارف وياسر من المهارات اللي بطبيعة الحال لا يتعاونهم أيضا يا غير ما يلا يعود فهم شرخ بين ذي المرحلة ذيك المرحلة الجديدة. هاي المرحلة كان عندها خصوصية، عندها توقيت وعندها خصوصية وعندها برنامج لكي ينتقل الطفل من مرحلة المرحلة الأولى اللي هي مرحلة العطلة، ومن أجل أيضا أعلن الأطفال يستفادوا من ذيك المهارات وذاك الترفيه ويستعانوا فيه من أجل النجاح في المرحلة الجديدة اللي هي مرحلة التعليم اللي له يقبلوا عليه، يجب على الوالدين أعلنهم أولا فهم خصوصية الطفل وفهم أعلن هذه المرحلة اللي هي مرحلة التعليم أعلنها تتطلب أولا وقت ونقاش مع الأطفال وإفهام الأطفال أعلن أن ذيك المرحلة الأولى أعلنها مرحلة لهي تعقبها لهي 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 مباشرة يلا عادوا يرجعوا للصف ويلا عادوا يرجعوا للدراسة ويلا يبدأوا بأنهم يفهموا الأطفال أعلن ذاك التوقيت الأول وذاك البرنامج الأول أعلنوا يلا يبدأ ينتهي لذي البرنامج الجديد اللي هو برنامج العودة للتعليم والعودة للدراسة. وهذا لا يخلق إلا من خلال أولا ترغيب الأطفال في ذي المرحلة الجديدة اللي هي المرحلة اللي لاحقها، ترغيب الأطفال من خلال أولا هذا الجو الدراسي، جو قبل الافتتاح اللي من خلاله الأطفال يبدأوا يشوفوا أدواتهم المدرسية ويبدأوا يشوفوا الملابس اللي يعودوا يلبسوا، يبدأوا اللي يمناوا ويفرحوا بأعلنهم لا يجبروا أصدقائهم وزملائهم اللي كانوا معاهم في الدراسة والطواقم التربوية اللي كانت تقريهم، ولا هي يهيئوا أعلنهم لا يرجعوا للمدرسة أو الروضة. الروضة اللي هي أساسية جدا، رياض الأطفال اللي هي أساسية جدا واللي في حياة هذو الأطفال، واللي بطبيعة الحال الأطفال في الروضة يقبلوا ياسر من الكفايات اللي أساسية في نموهم، سواء كان على المستوى الجسمي والله العقلي والله الاجتماعي والله اللغوي. وبطبيعة الحال أعلنها تعتبر مرحلة إعداد المرحلة المدرسة أو مرحلة التعليم الأساسي. وبطبيعة الحال أعلن الطفل اللي تلقى ذي الكفايات في رياض الأطفال يختلف عن الطفل اللي ما تلقى هذه الكفايات، حيث أعلنه هذا الطفل لا يعود قادر على تكيف بسرعة في مرحلة التعليم الأساسي ولا يخسر ذاك الوقت في التكيف به اللي طبع على النظام. الأطفال نوعين، خلق نوع من الأطفال اللي جديد قاع ما قط دخل هذه المرحلة اللي هي مرحلة التعليم، هي أول مرة يجي لذا التعليم وبطبيعة الحال لا يعود مراقبوا فيها جيران وترك أخوته الأكبر منه اللي كانوا يقرأوا معاه، يعرانهم بكياتهم وبسكوكتهم، عندهم دفاترهم وعندهم حقائبهم وعندهم نظام يمشوا يطلعوا للمدرسة بطبيعة الحال يتميزوا جرافدين دروس ويدرسوا يقرأوا ذيك الدروس، وبالتالي هذا الطفل لا يعود قاع راقب، يبقي يدخل ذي المرحلة بهذه مرحلة جديدة في حياته من خلالها لا يكتشف ولا هي هذا. وهون لا نقول لأن المسؤولية كبيرة على الطواقم التربوية اللي مثلا هي اللي يترقب الأطفال في المدرسة وترقب الأطفال في رياض الأطفال. وهون احنا وفينا من التكوين كان يعدل المربيات 150 مربية، وفينا من ولاية أمس مربية مكتتبة حديثا لصالح رياض الأطفال العمومية بالنسبة لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، قبلوا فيه مجموعة من التقنيات الأساسية وعندهم ما شاء الله
عندهم نفس وعندهم اطلاع جيد ومتخصصات، حيث انهم خريجين مركز تكوين الطفولة الصغرى سابقا، ولا يتكفلوا بهذو الاطفال اللي لا يعودوا في رياض الاطفال، وعلى مستوى ذيك التقنيات كامله اللي تعدلهم يعودوا قريب من الاطفال ويراقبوهم في المدارس. الخطوات اللي يعدوا الوالدين لا هو على انهم يواكبوا الاطفال ويعودوا معاهم ويصنتوا لهم، يصنتوا إلا عادت عندهم تعقيبات، إلا عادت عندهم صعاب تجاه الاندماج والدخول في القسم وفي الأقسام ويواكبوهم ويجوا للطاقم التربوي، يجوا إلا عادت الأطفال عندهم تحفظات على بعض المسائل وذا يلا يناقشوها مع الطاقم التربوي، يناقشوها مع إدارة المدرسة، إلين الأطفال ينقالهم على ذيك الصعاب كامل وذلت، وعلى أنهم الطاقم التربوي وعلى ان مولي الاسره والطاقم التربوي واحد، هم لا ابائكم ويعملوا لا من اجل نجاحكم في الحياه ومن اجل مساعدتكم، وبالتالي لا عاد فهم صعاب والله شيء تذلل امام الطفل وينعطى للطفل تعهد على ذيك الصعاب كامله تعود ما تلات ان شاء الله خالق ان شاء الله. يعودوا هذه النصائح اللي اعطاكم الاستاذ محمد المعطل رئيس قسم المتابعه والتقييم باداره الطفوله والاسره، نالت اعجابكم وجبرت صداها يا ربي. بدون نصائح لا نلحقوا نهايه فقرتنا الاولى من البرنامج اللي هي فقره القضيه، نلتقوا في الفقره الثانيه من البرنامج اللي هي فقره عمومه بعد هذا الفاصل باذن الله. مرحبا بكم وسهلا في بداية فقرتنا الثانية من البرنامج اللي هي فقرة أمومة، اللي هنتابعوا ذو النصائح اللي يعطينا الدكتور أحمد واليوسف، ونرجع لكم بعدها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم وبجميع المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج لك. اليوم لا نتكلم عن ظاهرة للأسف من النادر عنها يتكلم عنها، مثلا يتكلم عنها في الإعلام، وهي طريقة اللي نجنب بها أطفالنا الآثار النفسية اللي تخلق عقب انفصال الوالدين. هو كما تعرفوا عن للأسف عن 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 ظاهرة منتشرة جدا في مجتمعنا، ظاهرة انفصال الوالدين، وحتى من الملاحظ عنها متزايدة بالطراد، وبهذا السبب ما يخسر شيء يعني مثلا يعودوا مثلا الناس تعرف مثلا شن هي التصرفات اللي يالتها تعدل من اجل تجنب اثارها على الصحه النفسيه للشير. بالفعل فهم قدر من الوالدين والله قاع اكثريتهم دائما بعد الانفصال لا يتموا يقوموا بدورهم كاباء، ويتموا يشير مثلا لا عايش مثلا نفس الظروف اللي كان عايش فيها معاهم، لا قايمين بدورهم على اكمل وجه كاباء. وهو الطفل بالنسبة له مهما بدت مثلا أسباب الانفصال انفصال الوالدين مبررة عندهم، هو بالنسبة له ما هو فاهمها، لا تحسوا عنه مثلا عنه كيف حد خال من جنته من جنة ضايعة كان عايش فيها من 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 عالم مثلا عالمه هو الخاص، ويحس عنه مثلا عنه خال من ذيك الجنة اللي كان هو فيها. بهذا السبب لابد من يتم حتى الوالدين طارحين الاعتبار ليشير كطرف ثالث بعد 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 الانفصال، لانه بالنسبه له هو كطفل خالق ياسر من الامور اللي يخلقوا ما يدركهم، وذيك الازمه اللي دائما تخلق سابق الانفصال، وذوك المشاكل يحس عن فهم شيء ماثله طبيعي غير ما هو فاهم شنو هو، ولين مثلا ما ينشرح له لين يعود عمره يسمح له بذاك، يتم عايش مثلا في دوامه ما هو فاهم اللي خالق شنو هو، وذاك ذيك لازمه الطفل يعيش تفاصيلها ادق تفاصيلها، وتبقى ملي دائما في مخيلته عاقب هذا، ولا يقدر ينساها نهائيا ذوك المشاكل اللي خلقوا غير، يبقى ما هو فاهم القصه شنو هي، معناها عنه لين يعود في عمر يسمح له بانه يكلم معه ما من الضروري عن مثلا انسان بالغ يشرح له القصه شنو هي. نبغي نحذر نهائيا من شي من العادات الخاطئه اللي في التعامل مع التريكه بعد ازمه انفصال والديهم. اولا ما يالت نهائيا يشير يعود حاس مثلا عنه لا كيف نقوله صك، لا يتم حد منهم يرفضوا هذا ويطرحوا هذا ويرفضوا هذا ويطرحوا هذا، ذاك يخلف
قدر من المشاكل النفسيه بالنسبه له تقد تبقى معاه اثارها على المدى البعيد. حتى صوروا عن بالنسبه للذكور الاطفال الذكور عن قد تعدلهم ايش يقولوا لنا احنا قاعوا لناس عنهم انكار الواقع يعود مثلا عايش في شمل الاوهام والواقع اللي فيه ما هو فاهم شنو يقد يمشي به لين يدخلوا في عالم الانحراف عاقب هذا مستقبلا والله يحولوا شورش من العدوانيه الكبيره جدا. بينما بالنسبه للنافي تقد تخليهم عنهم يعيشوا في عالم من الانطواء حتى ذاك التكيف اللي نعتوا عنه خالق لهم وعنهم متفهمين هذا ذاك يخفي تحته محنة عميقة تقد لا قدر الله تعود من مسببات الانحراف لهم في سن المراهقة. معناها عن يالت الوالدين يفهموا عنهم قبل اتخاذهم القرار الانفصال والله مثلا بعدوا عنهم لا بد من يعرفوا عن فهم طرف ثالث القضية ويحاولوا عنه ما يتأثر بها وأن تتم حياته عنها شبه أنها طبيعية. مثلا لا ينحذرهم نهائيا من شمل العادات عن يحاول حد منهم يأثر على إيشير يعود يتبنى مواقفه هو دائما إيشير أحد الوالدين اللي ساكن معه يعطوا نهائيا ما يحاول عنه يبدل وجهة نظره عن 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 بوه الآخر والله عن أمه لأن ذاك قد يخليه يعيش في مثلا في شمن الاضطراب النفسي ويعود ما تري قد ينعت عزته الواحد منهم به الخلع من الآخر يتبنى موقف ذاك اللي منهم ساكن معه وذاك للأسف خطأ كبير. كذلك مولي من نبغوا نحذروا الوالدين من يعني تم حد منهم يعيب الشريك الآخر قدام يشير ذاك ما يتواسى يعطي تتم دائما نخلي صورة الأب الآخر اللي يشير والله أمه دائما زينة في خياله يتم دائما عنده صورة طيبة لأن يتم دائما وكل مشاكل اللي يخلقوا مثلا بين الوالدين يالتي تم دائما يجنب عن حد يظهرهم قدام تركة والله عنهم يخلوا قدام تركة لأنهم كيما نبه عنهم يبقاوا في ذاكرة يشير ولا يقد ينساهم أبدا. هو شفته هذا الهدف منه كامل عن يشير لين ينشرح له هذا لين يعود في عمر يسمح له بأنه ينشرح له هذا ويفهم القصة شن هي هذا يخليه يحس عنه عنده عالم خاص به مختلف عن عالم أبوه وأمه وأنه يقدر يتم مواصل معهم هم من الاثنين يسوى معيهم بدون عنه يقبل موقف يتبنى موقف طرف واحد منهم عن الآخر وهكذا. كذلك هم اللي نبغي نبه الوالدين عنهم بعد قرار الانفصال يلطهم يخلوا يشير يعيش حياة طبيعية وينبهوه ويحضوه عنه أي وقت أبغى يحتاج الحد منهم يتصل به والله يجيه عنه يقد يتصل به ويقد مثلا يجيه بدون مثلا أي عوائق وشيء كيفته. نبغي ملي نحذر للأسف من شمن ظواهر عياء ويخلقوا عن دائما يشير إليني يخلق الانفصال بين والديه عن فيهم واحد لا هي هجر نهائيا مثلا يعود ربو ما تري يسول عن يشيره والله تعود ربو ما تتسول عن يشيرها يعود كل مفتاح حياة جديدة ويعدل للأسف يشير عنه يعاني من الهجران ذاك للأسف ما يتواسى ذاك عنده ملي أثار نفسية خطيرة جدا على يشير حتى عنها عيات تسبب في أنه للأسف ما يقد يندمج بشكل طبيعي في مجتمعه. وشكرا. مرحبا بكم وسهلا في فقرتنا الأخيرة من البرنامج اللي هي فقرة المطبخ لا تابعوها ونرجع لكم بعدها بإذن الله.
تابعنا نحن وانتم مشاهدينا الكرام فقرتنا الأخيرة من البرنامج هي فقرة المطبخ، إن شاء الله تعود الوجبة نالت إعجابكم. في الختام لكم تحيات فريق العمل، كل الشكر للذين تابعوا هذا البرنامج، إن شاء الله يعود فقراته كاملة نالوا إعجابهم. هذا البرنامج برعاية اليونيسيف.